ترحال الشركة الأسرع نمون على الإطلاق في تاريخ السودان. ترحال وصل من عميل واحد في سبتمبر 2016 لأربعة مليون عميل في نوفمبر 2016. 3 سنين بس. 4 مليون يعني 10% من الشعب السوداني كله، من البوبيليشن حقتنا كلها. فسيف النمو السريع ده كان شنو؟ وكيف بدأت ترحال في السودان؟ طلب طلبنا يطلب طلبكم زي ما طلبتوا طلب ترحال. طلب طلبنا يطلب طلبكم زي ما طلبتوا طلب ترحال. ترحال الزيت ودينا البيت. طلب طلبنا يطلب طلبكم وبالله ادينا بوري لو جيت. طلب طلبنا يطلب طلبكم زي الحال داير ترحال. طلب طلبنا يطلب طلبكم ترحال جنبك ودايما في البال. خلينا نبدأ بيعني شنو ترحال وليه ترحال عليها إقبال شديد. ببساطة الحال عبارة عن شركة بتربط سواقين العربات بناس دارين توصيل. فمثلا انت كموظف عندك عربية ممكن تسجلها في ترحال، تنزل التطبيق وبيجيك طلب وكده يكون عندك دخل اضافي وسعر عربية افضل من التاكسي العادي للزول الطالب وبيجيك في مكانك. كيف بدأت ترحال؟ بدأت ترحال بشراكة بين 4 اشخاص، ابو وولده اللي هو عمر الزاكي، محمد عمر الزاكي صديق التاج اللي هو صاحب محمد عمر ومول الفكرة، وهو ياسر عباس. الشخصية المفتاحية في قصة الحال هو محمد عمر الزاكي. فخلينا نشوف محمد عمر الزاكي، حنقول له محمد الزاكي. في 2018 محمد الزاكي قرر انه يخلي شغله ويبدأ مشروعه الخاص، لكن محمد حاول اكثر من كم 20 مرة او كم 20 فكرة لحد ما وصل لفكرة الحال. الفكرة في البداية كانت عبارة عن اجابة للسؤال كيف نحل مشكلة المواصلات في السودان. فاول حاجة نشتري تطبيق جاهز في كل حاجة اللي هم دارينها، لكن سعر التطبيق كان 150 ألف دولار، وده اللي قدام حيكون نفس قروش أول تمويل لترحال. فكسروا الحنك وقرروا يبدوا بحاجة بسيطة. بدأت ترحال يوم 9/9/2016، تاريخ جميل صراحة، بمكتب في السجانة، وكانت فيه 4 كراسي و4 ترابيز مستعملة وحتى مشتناها بالتكسير. أول طلب، مجرد ما نزلوا التطبيق في أول ساعتين جاهم أول طلب في تاريخ ترحال، كان من المشية بالخرطوم. في زولة طلب العربية، والزول كمل الطلب كان عمر محمد الحاج اللي هو دود عم محمد الزاكي. بعد 6 شهور الشركة قربت تفلس وانتهى كل راس المال في شراء البرامج زي التسويق، لحد ما هم بقوا ما قادرين يدفعوا قروش الكهرباء للملاك اللي هم ساكنين فيها. رحلة التمويل، على حسب كلام محمد الزاكي انه خلال 6 شهور دي بدوا يطرحوا الفكرة على عشرات الممولين، وكان الزمن بيتقسم في الشغل بانه يعني يشتغلوا على الشركة والتطبيق او يكتبوا البيزنس بلان. فتكلموا مع رجال اعمال، تجار ذهب، حديد، عاملين في مجال الاتصالات، وكل الجهود دي كانت نتيجتها جملة من كلمة واحدة: لا. لكن بالتصميم في النهاية في ممولين أبدوا اهتمامهم بترحال، وعلى حسب محمد زاكي إنه اختار واحد منهم لأنه عنده خبرة طويلة في مجال الاتصالات، وكان أول تمويل ذكرنا 150 ألف دولار. أوعك تحول للسودان. وبعد ذلك بدأت خطة الإكسبانشن أو التوسع، بإنه يجيبوا أشياء جديدة ويوظفوا ناس أكثر. لحسن الحظ الحال إنه منافسها الأكبر في الوقت ذاك اللي هو كان مشوار حصل لهم مشكلة في تطبيقهم، وتوقف التطبيق لمدة 3 شهور، وبكده السوق بقى فاضل لترحال. وفي وقت قصير ترحال استحوذت على 90% من سوق التاكسي في السودان. خلينا نتكلم عن القروش، عن البيزنس موديل لترحال. يعني ترحال بتجيب قروش كيف؟ ببساطة في زول داير يصل مكان معين وحيدفع قروش، وفي زول عنده عربية وداير دخل إضافي حيوصل الزول ده، وفي شركة عندها تطبيق أو كول سنتر حتربط بين الاثنين وتشيل 10%. الشركة دي بهذه الحالة في البداية الحالة كان بيعتمد على إنه الرحالين يحولوا 10% اللي قلناها دي في شكل رصيد اللي هو بالتليفون عادي، لكن بعد ذاك تحول لإنه الرحال بيودع القروش في حساب ترحال، وكل مرة ترحال بتخصم من القروش الأودعة بقيمة 10% لحد ما تنتهي القروش الأودعة الرحال في الوقت التطبيق حيجيف. فبعد ذاك الرحال بيودع تاني عشان يشتغل له التطبيق. المشاكل لا تأتي فرآدى. في 2018 ترحال كانت بالنسبة لي صارت المصاعب، برغم من حسن حظ ترحال مع مشوار وقاموا يعني طلعوا، لكن بعد ذلك بدأت المنافسة في السوق السوداني ابتداء من يد بعض الشركات الاتصالات زي موبيتيل وأريبا AKA زين وMTN إنهم يخشوا سوق التاكسي لأنهم شافوا إنه مربح وبيجيلهم القروش. وفي النهاية في شركتين قدام مشاهدوا الخطر بدا إنه ممكن تحصل مشكلة في الماركت ده اللي هو النيو ماركت إنتريست. ولحسن حظ ترحال زين وMTN كسروا الحنك بعد مدة بسيطة. وانا شغال في الريسيرش بتاعي ممكن اقول لكم انه شركة ترحال دي من اكثر الشركات المحظوظة برضه. وبعد حوالي 2 سنين وترحال في اوج الشغل بتاعه اللي هو 2018، قررت النقابة العامة لعمال النقل والطيران في اغسطس 2018 انها تقفل ترحال والشركات المشابهة لها عن طريق قرار حكومي. طبعا تحديد الناس كانوا بيقولوا انه الحكومة كانوا دايرين يشيلوا التطبيقات دي برا وينزلوا تطبيقاتهم الخاصة، لانه يعني في النهاية بيجي لهم قروش.
كيزان. الإشاعات دي خلت إنه طبقة كبيرة من السودانيين يقفوا مع ترحال، حتى وزير الاتصالات نفى إنه يكون في قرار زي ده، وبكده زال الشعبية ترحال شديد. وزي ما بقوله دائما any publicity is a good publicity. آخر التحديات بالنسبة لترحال في سنة 2018 كان دخول كريم للسوق السوداني. كريم واحد من أكبر الشركات التاسيس في الإمارات والمنطقة العربية، ومن قولت بسم الله كده كان عندهم 10 موظفين و 2000 عربية شغالين معهم. وتاني حاقول إنه ترحال كانت محظوظة شديد، لأنه أول ما كريم بدت في السودان وكان خاتين ميزانية كبيرة شديد، قامت أوبر اشترت كريم ب 3.1 بليون دولار. المرة الثانية أوعك تحول لجنيه سوداني. ترحال براند، البراند ده ترحال عنده شغل كبير. في كثير من الناس بيتكلموا عن إنه كلمة ترحال بقت مرادفة لكلمة تاكسي، والحقيقة دي ما حظ ولا جت من فراغ. واحدة من التصريحات إنه ترحال أنفقت أكثر من 1 مليون دولار في الإعلان والتسويق بس. 1 مليون دولار. آخر الأرقام المتاحة لنا كانت لحد نوفمبر 2019، يعني بعد 3 سنين من البداية. ترحال وصل ل 50,000 رحال، 4 مليون مشترك، أكمل 20 مليون رحلة. كلام كبير شديد. بالنسبة لي ترحال بغض النظر عن إنك بتحبها أو بتكرهها، أثبتين إنه إحنا كشباب سودانيين ممكن نعمل حياة عظيمة برانا باعتمادنا بس على روحنا. دايل أعرف رأيكم في التعليقات عن ترحال، رأيكم شو اللي فيها حالياً في خدماتها. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشير لكل الناس والأصحاب المهتمين بمجال البيزنس، أو حابين نبدو شركتهم الخاصة، أو أوريدي بدو شركتهم. ودائماً ما تقارن بداياتك بموسم حصاد الآخرين.